بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع مع المناظرة رقم 12 بين الصابئة والحنفاء. قالت الصابئة: الناس متماثلة في حقيقة الإنسانية والبشرية، ويشملهم حد واحد وهو الحيوان الناطق المائت، والنفوس والعقول متساوية في الجوهرية. فحد النفس بالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، وبالمعنى الذي يشترك فيه الإنسان والملك أنه جوهر غير جسم، وهو كمال الجسم محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقي أي عقلي بالفعل أو بالقوة. فالذي بالفعل هو خاصة النفس الملكية، والذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية. وأما العقل فقوة أو هيئة لهذه النفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة من المواد، والناس في ذلك على استواء من القدم. وإنما الاختلاف يرجع إلى أحد أمرين، أحدهما اضطراري، وذلك من حيث المزاج المستمد لقبول النفس، والثاني اختياري، وذلك من حيث الاجتهاد المؤثر في رفع الحجب المادية وتصقيل النفس عن الصدأ المانعة لارتسام الصور المعقولة، حتى لو بلغ الاجتهاد إلى غاية الكمال تساوت الأقدام وتشابهت الأحكام، فلا يتفضل بشر على بشر بالنبوة، ولا يتحكم أحد على أحد بالاستتباع. فبماذا أجاب الحنفاء؟ أجابت الحنفاء بأن التماثل والتشابه في الصور البشرية والإنسانية مسلم لا مرية فيه، وإنما التنازع بيننا في النفس والعقل قائم. فإن عندنا النفوس والعقول على التضاد والترتب، وعلينا بيان ذلك على مساق حدودكم ومساق أصولنا. فقولكم إن النفس جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له بالاختيار، وذلك إذا أطلق النفس على الإنسان والملك وهو كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، وإذا أطلق على الإنسان والحيوان فقد جعلتم لفظ النفس من الأسماء المشتركة، وميزتم بين النفس الحيواني والنفس الإنساني والنفس الملكي، فهل لازلتم فيه قسما ثالثا وهو النفس النبوي حتى يتميزوا عن الملكي كما تميز الملكي عن الإنساني؟ فإن عندكم المبدأ النطقي للإنسان بالقوة، والمبدأ العقلي للملك بالفعل، فقد تغير من هذا الوجه. ومن حيث إن الموت الطبيعي يطرأ على الإنسان ولا يطرأ على الملك، وذلك تمييز آخر، فليكن في النفس النبوي مثل هذا الترتيب. وأما الكمال الذي تعرضتم له فإنما يكون كمالا للجسم إذا كان اختيار المحرك محمودا، فأما إذا كان اختياره مذموما من كل وجه صار الكمال نقصانا، وحينئذ يقع التضادين النفس الخيرة والنفس الشريرة، حتى تكون إحداهما في جانب الملكية والثانية في جانب الشيطانية، فيحصل التضاد المذكور كما حصل الترتب المذكور. فإن الاختلاف بالقوة والفعل اختلاف بالترتب، والاختلاف بالكمال والنقص والخير والشر اختلاف بالتضاد، فبطل التماثل. لا تظنن أن الاختلاف بين النفسين الخيرة والشريرة اختلاف بالعوارض، فإن الاختلاف بين النفس الملكية والشيطانية بالنوع، كما أن الاختلاف بين النفس الإنسانية والملكية بالنوع،
وكيف لا يكون كذلك؟ والاختلاف ها هنا بالقوة والفعل ثم بالخير والشر، وهذا لسر، وهو أن الخير غريزة، هي هيئة متمكنة في النفس بأصل الفطرة، وكذلك الشر طبيعة غريزية. لست أقول فعل الخير وفعل الشر، فإن الغريزة غير الفعل المترتب عليها، فتحقق أنها هنا نفس محركة للبدن اختيارا نحو الخير عن مبدأ عقلي، إما بالقوة أو بالفعل، وهو كمال للجسم وليس بجسم. وها هنا نفس محركة للبدن اختيارا نحو الشر عن مبدأ نطقي، إما بالقوة أو بالفعل، وهو نقص للجسم وليس بجسم. ولا ينبون طبعك عن أمثال ما يورد عليك المتكلم الحنيف، فإنما يغترفه من بحر وليس ينحته من صخر. فلربما لا يساعدك على أن الإنسان نوع الأنواع، وأن الاختلاف فيه يقع في العوارض واللوازم، بل يثبت في النفس الإنسانية اختلافا جوهريا، فيفصل بعضها على بعض بالفصول الذاتية لا باللوازم العرضية. فكما أن الاختلاف بالقوة والفعل في النفس الإنسانية والملكية اختلاف جوهري أوجب اختلاف النوع والنوع، وإن شملهما اسم النفس الناطقة، والفصل الذاتي هو القوة والفعل. كذلك نقول في نفس لها قوة علم خاص، وقوة عمل خاص، وقوة خير، وقوة شر، وكمال مطلق هو أصل الخير، ونقص مطلق هو أصل الشر. وأما ما ذكره المتكلم السابق من حد العقل أنه قوة أو هيئة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء المجردة عن المواد، فغير شامل لجميع العقول عنده ولا عند الحنيف، بل هو تعرض للعقل الهيولاني فقط. فأين العقل النظري وحده أنه قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية؟ وأين العقل العملي وحده أنه قوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات لأجل غاية مضمونة؟ وأين العقل بالملكة وهو استكمال القوة الهيولانية حتى تصير قريبة من الفعل؟ وأين العقل بالفعل وهو استكمال النفس بصورة ما أو صورة معقولة حتى متى شاء عقلها وأحضرها بالفعل؟ وأين العقل المستفاد وهو ماهية مجردة عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج؟ وأين العقول المفارقة فإنها ماهيات مجردة عن المادة؟ وأين العقل الفعال فإنه من جهة ما هو عقل فإنه جوهري صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريدها غيرها عن المادة وعن علائق المادة، وهي ماهية كل موجود. ومن جهة ما هو فعال فإنه جوهر بالصفة المذكورة، من شأنه أن يخرج العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشراقة عليه. فقد تعرض لنوع واحد من العقول، ولا خلاف أن هذه العقول قد اختلفت حدودها وتباينت فصولها كما سمعت. فأخبرني أيها المتكلم الحكيم، من أي عقل تعد عقلك أولا؟ وهل ترضى أن يقال لك تساوت الأقدام في العقول حتى يكون عقلك بالفعل والإفادة كعقل غيرك بالقوة والاستعداد، بل واستعداد عقلك لقبول المعقولات كاستعداد عقل غبي غوي لا يرد عليه الفكر برادة ولا ينفك الخيال عن عقله كما لا ينفك الحس عن خياله؟ وإذا كانت الأقدام متساوية فما هذا الترتب في الأقسام؟ وإذا أثبت ترتبا في العقول
فبالضرورة أن ترتقي في الصعود إلى درجة الاستقلال والإفادة، وتنزل في الهبوط إلى درجة الاستعداد والاستفادة. ثم هل في نوعه ما هو عديم الاستعداد أصلا حتى يشبه أن يكون عقلا وليس عقلا؟ وما النوع الذي تثبته الشياطين؟ أهو من عداد ما ذكرنا أم خارج عن ذلك؟ فإنك إذا ذكرت حد الملك وأنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقلي غير مائت، هو واسطة بين الباري تعالى والأجسام السماوية والأرضية، وعددت أقسامه، أن منه ما هو عقلي وما هو نفسي ومنه ما هو حسي، فيلزمك من حيث التضاد أن تذكر حد الشيطان على الضد مما ذكرته من حد الملك، وتعد أقسامه وأنواعه أيضا، ويلزمك من حيث الترتب أن تذكر حد الإنسان على التضاد مما ذكرته من حد الملك، وتعد أقسامه وأنواعه كذلك، حتى يكون من الإنسان ما هو محسوس فقط، ومنه ما هو مع كونه محسوسا روحاني نفساني عقلي، وذلك هو درجة النبوة. من عقل عمل من حس، ومن حس عمل من عقل، ومن نفس مزاجي، ومن مزاج نفسي، ومن روح جسماني، ومن جسم روحاني. دع عنك كلام العام، ولا تظنن هذه الطامة. أما عن المناظرة رقم 13 بين الصابئة والحنفاء، انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.